تأسس عام 1958، طموح حتى الآن الجماهير الخضراوية هو الحصول على نهائي الكأس، كأس صاحب السمو رئيس الدولة. شايف داود، داود الأنشط، داود النشاط، داود إلى ريناتو، تسديدة يا رب، جول! الشباب الجميع في حضرته بأنهم عظماء. نعم الفريق الشباب أمام العظيم الوحدة الفجرس، الوحدة المتصدر يبادر بالتسجيل. الشباب في الكرة، في الكرة التي هزت الشباب، في الكرة التي كرة الإماراتية، اللاعب سعيد الكثيري، كرة اللعب خطيرة، جول! جول! الهدف اللي أحرزه بنقا في مرمى الشباب، والله عد